بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل قراءة حاشية الشيخ إبراهيم البيجوري على شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع في فقه السادة الشافعية رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم وعلومكم في الدارين آمين. ونحن بدأنا في السنن الرواتب، والسنن الرواتب هي السنن المتعلقة بالفرائض، يعني السنن المتعلقة بالفرائض والسنن التابعة للفرائض، ويعبر عنها بالسنة الراتبة وهي 17 ركعة، ركعة الفجر، وده اتكلمنا عليهم كويس، ركعة سنة الفجر أو سنة الصبح أو ركعة الفجر بس أو ركعة الصبح بس، كل دي سنن، سنة اسم واحد لسنة ركعتين. ثم بعد ذلك وقفنا على قوله وأربع قبل الظهر، يبقى سنة الظهر القبلية 4 ركعات، وأربع قبل الظهر يبقى تصلي قبل الظهر إيه؟ 4 ركعات. لو متعجل صلي ركعتين وبعد الظهر ركعتين، لو متعجل، لو ربنا كده مهدي لك الأمور تصلي قبل الظهر 4 وبعد الظهر 4. لو الأمور متوسطة لا هي هادية ولا أنت متعجل، صلي قبل الظهر 4 و2 بعد الظهر. يبقى عندك أنت للظهر 3 احتمالات، 2 قبليه و2 بعديه، ده أقل حاجة، وأحلى حاجة 4 قبليه و4 بعديه، مش كده برضو؟ والتوسط اللي النبي وضب عليه في غالب أحواله 4 قبله و2 بعده، كويس؟ هي دي اسمها الراتبة. وأربع قبل الظهر، ها؟ ما هي دي سنن، بيقول لك بيصلي 4 قبليه وخلاص، خلاص ما يجراش حاجة، فاتته ثواب السنة بس، لكنه مش لا يأثم. ما احنا قلنا السنة فايدتها انها بتجبر النقص اللي في الفرد. وأربع قبل الظهر ويسن تطويلها، يسن تطويل الأربعة دول كما في الإحياء، وله جمع القبلية المؤكدة وغيرها بإحرام واحد وسلام، كذلك بتشهد أو تشهدين، والأفضل أن يفصلها بإحرامين وتشهدين وسلامين، ولا بد من نية القبلية أو البعدية في كل صلاة لها قبلية وبعدية كالظهر، وإلا فلا حاجة لذلك، وإن لم يذكر التأكيد انصرفت النية إليه. يعني إيه؟ هو بيقول لك تصلي 4 قبل الظهر ويسن تطويلها، والتطويل هنا مهم لحفاظ القرآن، لأن حفاظ القرآن كل شكوتهم أنا بحفظ القرآن وبنساه، لأنه ما بيستعملوش في صلاته. السلف الصالح كان باستمرار اللي حفظه شغال بيه في صلواته، فيبقى باستمرار القرآن حاضر في ذهنه، بيختم جوه صلواته، فيجيب لك في كل ركعة ربع، في كل ركعة ربع، ماشي، يبقى حتى لو ما قعدش وفضي اليوم ده يبقى قرأ على الأقل جزء طول اليوم، على الأقل، أقل ما فيها. لو جاب ربع على الركعتين، واخد بقى، وده مش هتاخد منه وقت، هيبقى قرا جزء على الاقل. لو قرا في كل ركعه ربع من اول، في السنن بلاش في الفرائض، في السنن بس، هيلاقي نفسه بيجيب جزئين مستريح من غير ما يقعد على المصحف، يبقى بيختم كل اسبوعين وهو مش واخد باله، برضه سرقها من عمره وهو مش واخد باله. فعشان كده يسن تطويلها، يعني تستعمل حفظك، تستعمل حفظك، مش حافظ وسايبه وبعدين كل شهر تقعد تعيط عشان بتنسى. طب ما انت اللي سايبه، استعمله في صلواتك على طول، ورد على طول. حد من المسلمين نسي الفاتحه عشان كل ركعه يقراها، هتنساها ازاي؟ كل ركعه تقراها. تصور انت القران بقى بتصلي بيه على طول. الواحد لو ليوم. لو ايه في النص لقى نفسه مش فاكرها، لو ناسي ايه هات اللي بعدها، اركع هات سوره تانيه. ما هو ربنا بيقول واقرأوا ما تيسر منه. يعني أنا قرأت الفاتحة وجبت قريت 5 آيات من البقرة وبعدين توقفت، أروح جايب آيتين من آل عمران، وبعدين توقفت أروح جايب آية من النساء، وبعدين توقفت أجيب آية سورة من جزء عام. مش ربنا بيقول اقرأوا ما تيسر منه؟ أديني شغال في القرآن حلو. هو ربنا قالك ما تيسر منه يبقى لازم سورة كاملة؟ مش لازم سورة كاملة، لكن في أدب في القراءة، إنك ما تقراش تنكس، يعني ما تقراش من اول، من اخر البقره وبعدين تجيب من اولها، يبقى التنكيس مراعاه الترتيب
عدم مراعاة الترتيب في السورة الواحدة، ده التنكيس المنهي عنه. يبقى هنا ما يقول لك يسن التطويل، يعني معناه ان سنة الظهر دي الناس منهمكين في عملهم، فبيجوا متسخين من العمل، عايزين ياخدوا وقت شوية في الميضة يتوضوا يعملوا بعد ما يسمعوا الأذان، تقوم انت تطول في القبلية على ما الناس تجتمع، تلت ساعة نص ساعة بين الأذان والإقامة، يبقى الناس جت من أعمالها وانت استفدت، طولت وصليت. ممكن تصلي الأربع ركعات بنية واحدة، تقول نويت صلاة أربع ركعات سنة الظهر القبلية، الله أكبر، يبقى يسن انك تقول القبلية، واخد بالك، وبعدين تقرأ فاتحة وسورة وتركع، وتاني ركعة فاتحة وسورة وتركع، وتقرأ التشهد الأوسط وتقوم، وتقرأ فاتحة واحدة وتركع، وفاتحة واحدة وتركع، يبقى كده الرابع، وتقرأ التشهد وتسلم. دي طريقة صح، يمشي زي الدور بالظبط. وممكن تقرأ الفاتحة وسورة في كل ركعة للأربعة، كويس، بلا تشهد أوسط، كمان بلا تشهد أوسط، تقرأ تشهد أخير بس، دي كيفية صح برضه. وممكن تقرأ فاتحة وسورة في كل ركعة بتشهد أوسط برضه، دي كيفية ثالثة. وممكن تصليها ركعتين ركعتين، تقول نويت صلاة ركعتين من سنة الظهر القبلية، من، عشان انت مش هتكتفي بيهم، وبعدين تقرأ فاتحة وسورة وفاتحة وسورة، وتقرأ تشهد كامل وتسلم، وتقوم نويت صلاة ركعتين من سنة الظهر القبلية، وتقرأ نفسها الحكاية وتسلم. أي الكيفيات أفضل؟ الكيفية الأخيرة أفضل، اللي هي ركعتين ركعتين. ليه؟ لأن فيها أعمال زائدة، فيها نية زيادة، نويت مرتين والنية ركن، يبقى أنا زودت هنا ركن عن ركن، التانية كانت بركن واحد بنية واحدة، لكن التانية هنا بركنين، والركن ثوابه عالي أوي، وفيها تكبيرتين إحرام، وتكبيرات الإحرام أركان، لكن التانية تكبيرات انتقالية وفيها تكبيرة إحرام واحدة، يبقى التانية لما أصلي ركعتين ركعتين زودت الأركان. والكيفية الأولانية فيها تشهد أوسط وما فيهاش إلا تسليم في الآخر، لكن دي فيها تشهد كامل وتسليمة، وتشهد كامل وتسليمة، كل دي أعمال زائدة. وعشان كده أفضل الكيفيات اتنين اتنين. ليه؟ لأن لزيادة الأعمال وزيادة الثواب. كل هذه الكيفيات جائزة. ممكن تنوي معاها سنة أخرى كمان. أنا متوضي طبعًا وداخل الجامع والراجل بيأذن الظهر، أروح مدخل مع سنة الظهر القبلية سنة الوضوء وسنة تحية المسجد، كلها في حاجة واحدة، خدت بالك؟ يبقى أقول نويت صلاة ركعتين من سنة الظهر القبلية وتحية مسجد وسنة وضوء، الله أكبر، يبقى أنا صليت ركعتين وخدت ثواب 6 ركعات بالنية. شفت الحلاوة؟ يبقى الموفق للنية ربنا بيزود له أعماله، لأن الموفق للنية موفق ليها بسبب زيادة علم. فاللي بيصلي بنوايا متعددة في صلاة واحدة يدل على أنه عالم، وصلاة العالم يقول لك تسبيحة العالم أعلى من عبادة الجاهل بسنة، عبادة سنة من جاهل تعدل تسبيحة عالم واحد. شفت بقى ثواب طلب العلم؟ يبقى أنت ممكن تدخل معها نوايا أخرى. رحت أنا مصلي الركعتين دول فيها تحية الوضوء، سنة الوضوء وتحية المسجد وسنة الظهر القبلية، وبعدين جيت بعد كده هصلي بقى الركعتين التانيين من سنة الظهر القبلية عشان أجيب 4، وبعدين افتكرت ان انا عندي حاجة كده عايز اقضيها، اروح ندخل مع نية قضاء حاجة، تنفع، داخل في مشروع وعايز استخير ربنا، كل ده جوه الصلاة جوه السنة، اروح ناوي معاها سنة استخارة، واروح بعد ما اخلصها ادعي دعاء الاستخارة او قضاء الحاجة، كل ده يتم سهل. يعني ما تشترطش نية مع تكبيرة الإحرام؟ مع نية الإحرام، يعني أنا بعد ما سلمت بالركعتين الأولانيين افتكرت إن أنا عايز أعمل استخارة، هروح اقول نويت صلاة ركعتي سنة الظهر البعدية وسنة الاستخارة، الله أكبر، أو قضاء الحاجة، الله أكبر، أو سنة الإحرام، الله أكبر. لو أنا ححرم وبصلي في أبيار علي والظهر إدن علي، وأنا أصلا رايح عند أبيار علي علشان ححرم وأرجع من المدينة بقى رايح على مكة، فلقيت الظهر إدن، فأنوي سنة الإحرام مع سنة الظهر القبلية.
في ركعتين مره واحده، كل ده ينفع. فهمت بقى المساله سهله ازاي وحلوه ازاي؟ كل دي كيفيات. يبقى قبل الظهر ممكن تصلي بهذه الكيفيات كلها، دي سنه الظهر القبليه. نيجي بعد كده للبعديه، وركعتان بعدها، يبقى السنه البعديه المؤكده ركعتين، وتزود عليها ركعتين تانيين يبقى اربعه. بس دي كانت غير مؤكده، يعني ايه؟ يعني النبي ما كانش يواظب عليها طول عمره، لانه احيانا صلى الله عليه وسلم كان يبقى مشغول بتجهيز الجيوش، بمقابله الوفود، اي حاجه من دي، فكان ايه؟ يصلي الركعتين بس. لكن لو كان عنده وقت يصلي اربع ركعات بعد الظهر، وركعتان بعدها، ويسن ان يزيد ركعتين ايضا بعدها، يعني يبقوا اربعه. لحديث من حافظ على اربع ركعات قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله على النار، والحديث رواه الترمذي وصححه. وله جمع البعدية المؤكدة وغيرها بإحرام واحد إلى آخر ما تقدم في القبلية. يعني ممكن يجمعها، يجمع معها حاجات تانية، زي ما قلت لك، افرض جدد وضوءه بعد ما صلى الظهر، حب يدخل الحمام ولا حاجة وجدد وضوءه، يدخل سنة الوضوء مع البعدية. عايز قضاء حاجة، دخل مسجد آخر، يبقى يصلي سنة تحية المسجد مع البعدية. كل ده ممكن يدخل يعني سنن معه إلى آخر ما تقدم في القبلية. وله أيضا جمع القبلية والبعدية معا بإحرام واحد بعد الفرض. يعني افرض أنا دخلت المسجد لقيتهم بيقيموا لصلاة الظهر، فأنا هصلي الظهر الفرض وما صليتش القبلية، ما لحقتش. ممكن أروح بعديه بعد ما أخلص صلاة الظهر، أجمع البعدية والقبلية في إيه؟ في تكبيرة واحدة، أجيب ستة أو أجيب ثمانية. يقول نويت صلاة سنة الظهر القبلية والبعدية، الله أكبر، مع بعض كده بعد صلاة الفرض، ويجيب ست ركعات مع بعض أو ثمانية مع بعض، بتشهد واحد، بتشهد في الركعة قبل الأخيرة أوسط، وبعدين تشهد في الأخيرة، بتشهد أوسط بعد كل ركعتين. كل ده جائز، والأفضل أقسمهم ركعتين 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 عشان يبقى لزيادة الأعمال، ده الأفضل. يعني لو فاتني وقت القبلية أقضيها. نفهم من هنا إن الشافعية عندهم أن السنن يسن أن تقضى والفرائض يجب أن تقضى. السنة تسن أن تقضى والفريضة يجب أن تقضى. فهمت؟ مش مجرد إن فاتك وقت السنة تقول خلاص وبركة يا جماعة هقطع نفسي. ما ينفعش كده، هتقطع نفسك زي فطوطة اللي كان بيجي في التلفزيون يقول لك هقطع نفسي. لا، مفيش حاجة اسمها هقطع نفسي. ليه؟ لأنك لازم تتهم نفسك بالتقصير باستمرار، لأن مذهب هقطع نفسي دي معناه إنك أنت بتزكي نفسك، إنك أنت عامل فوق ما فوق كل حاجة. يبقى العيب في الظروف مش فيك. والمسلم المحترم هو الذي يتهم نفسه ولا يزكي نفسه، ويعتقد إنه باستمرار مقصر. ليه؟ علشان يبتغي الكمال. انما اول ما يقول هقطع نفسي يبقى معناه راضي عن نفسه، واللي يرضى عن نفسه يبقى ابليس، مذهبه مذهب ابليس. والمسلم مذهبه مش مذهب ابليس، مذهبه مذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي هو ولا تزكوا انفسكم واعلموا بمن اتقى. خدت بالك؟ يبقى الواحد ما يزكيش نفسه. ايوه. مع بعض. ايوه. يعني اربعه واثنين. اربعه قبليه واثنين بعديه، يبقوا سته. ممكن بنية واحدة مع بعض يجمعهم. لو بنية واحدة بقى يبقى الأربعة. نويت صلاة ست ركعات قبلية وبعدية للظهر، الله أكبر. ويصلي أربعة بتشهد. ما أنا قلت لك الكيفيات بقى، ما أنا حكيت لك ممكن بتشهد واحد في السادسة. بهو أهو نوى أهو. نويت صلاة ست ركعات سنة الظهر قبلية والبعدية، الله أكبر. ويصلي ركعة وفتحة، الفتحة وسورة، ويجي في الثانية يقرأ تشهد أوسط. ويجيب فتحة وسورة وفتحة وسورة ويقرأ تشهد أوسط، وفتحة وسورة وفتحة وسورة ويقرأ تشهد أخير ويسلم. دي كيفية، وكيفية أخرى يصليهم ورا بعض كده ويجي في الآخر يقرأ تشهد واحد ويسلم. واخد بالك؟ أيوه، على بعض كده ويسلم. ليه بيعمل كده؟ ليه هو قال لك كده الفقيه؟ أنا هقول لك ليه الفقيه قال لك كده. لان انت ممكن تقول انا هاخد الافضل واصليهم ركعتين ركعتين، ويجي لك الشيطان بعد الركعتين وتسلم يقول لك اما تروح البيت ابقى كمله. صح.
مش كده برضه؟ الشيطان بيعملها كتير معايا انا كمان. وبعدين ترسي ان الواحد يتاخر ويوصل البيت بعد ما يجي الاذان الثاني، وتلاقي نفسك مرهق وتقول يلا خلاص بقى انا هقطع نفسي. فهمت بقى المساله؟ لكن ليه بقى الفقيه بيقول لك كده؟ لو انت عارف من عادتك انك انت هتكسل فكتف نفسك الاول بقى. ستة اهو، الله اكبر، مره واحده. ثم هتطلع تروح فين بقى يا عم؟ ده انت عزمت. فتروح عاملهم بقى ترغيما للشيطان. يبقى احيانا لو الواحد عارف نفسه انه من عادته كده يرغم الشيطان واحنا نقول مره واحده عشان ما يدولوش فرصه يخش يقول له اقطع وروح. خدت بالك؟ لا انت انت سنه الوضوء اصلا مش ركعتين، ادناها ركعتين. وسنه تحيه المسجد ان يصلى في المسجد ولو ركعه وتر. يبقى علشان كده سنه تحيه المسجد بتدخل في اي صلاه تصلى في المسجد. ولو هتصلي الفريضه، يعني دخلت لقيتهم بيقيموا صلاه الظهر، تنوي مع صلاه الظهر تحيه المسجد. كويس؟ لكن ما ينفعش تنوي معاها سنه راتبه. لأن السنة الراتبة بتاعت الظهر منفصلة عنها. إنما تحية المسجد ليست صلاة منفصلة، بل هي صلاة تابعة. يعني أن تحيي المسجد بركعتين تصلي فيه أو بأي صلاة تصليها فيه. ولذا أو ذكر الله، وعشان كده يحل محل تحية المسجد إنك تذكر الله. لو حبيت مش هتصليهم، مش متوضي والمية مقطوعة ودخلت المسجد، أذكر ربنا وأسبح وأهلل وأعط. يبقى خلاص، يبقى انا حل تحيه المسجد. ايوه. لو ضفت ضفت ان هنصلي قبليه ركعتين وبعد ركعتين، هل ينفع اصليهم بعض لو انا نسيت او ما جاليش وقت؟ اصليهم بعض في الفرض ركعتين بس بنيه صلاتين القبليه والركعتين؟ لا ما ينفعش، لان هنا ما انا قلت لك دول مرتبطين كل واحده بحاجه منفصله، مش زي سنه الوضوء ومش زي سنه تحيه المسجد ومش زي سنه الاستخاره، لان دول صلوات مش منفصلين. دي مطلق صلاة. تحية المسجد، تحية المسجد مطلق صلاة في المسجد. سنة الوضوء أن أصلي بهذا الوضوء بحيث ما أتوضاش ويعدي علي الوضوء ده وينتقد دون صلاة. خد بالك؟ أيوة أنا بقول لك أهو، أنا جبتهم لك علشان أريحك، جبتهم. لكن ما ينفعش أضم مثلا سنة الضحى مع سنة الظهر القبلية، لأن دي صلاة منفصلة. فهمت إزاي؟ ما ينفعش. يبقى الصلوات اللي هي المنفصلة اللي ليها عنوان منفصل ليها زي سنن مرتبطة بفرائض قبلية أو بعدية، دي ما ينفعش أضم عليها سنن فرائض أخرى قبلية أو بعدية. يعني ما ينفعش أصلي سنة الظهر البعدية بعد أذان العصر وأدخل فيها سنة العصر القبلية بركعتين، ما ينفعش. فهمت إزاي؟ لكن ينفع أدخل فيها سنة تحية المسجد، سنة الوضوء، قضاء الحاجة، سنة الإحرام، اللي هي الحاجات اللي انا قلتها لك، دول هم دول اللي بيدخلوا. عند الشافعية عند الشافعية تصلي بعد العصر قضاء لسنن فاتتك؟ نعم، لان الصلاة المكروهة بعد العصر هي الصلاة التي لا سبب لها، وهذه صلاة مسببة، سببها قبلي عليها، وليس مقارن لها ولا تابع لها بعدها. واخد بالك؟ يعني لو فاتك سنة العصر القبلية وهي سنة غير مؤكدة، لكن لو فاتتك تصليها بعد العصر. سهلة؟ الشافعية بيعملوا كده، لأن الرسول في الحديث في البخاري صلى الله عليه وسلم صلى بعد العصر 4 ركعات، فسألته سيدتنا عائشة قال تلك ركعات كنت أصليها بعد الظهر شغلني عنها وفد بني فلان. يبقى قضى السنة صلى الله عليه وسلم كده بس. فالشافعية خدوا من هذا جواز قضاء السنن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاها بعد العصر، قال لك يبقى الصلاة بعد العصر المنهي عنها هي التي بغير سبب مطلقا، مطلق تطوع. فهمت ازاي؟ وبالتالي صلاة الجنازة بعد العصر تصلي، مش كده برضو؟ ويسن أن يزيد ركعتين أيضا بعدها، يعني بعد الظهر، لحديث من حافظ على 4 ركعات قبل الظهر و4 بعدها حرمه الله على النار، رواه الترمذي وصححه. وله جمع البعدية المؤكدة وغيرها
بإحرام واحد إلى آخر ما تقدم في القبلية، وله أيضا جمع القبلية والبعدية معا بإحرام واحد بعد الفرض، بأن يقول نويت أصلي 8 ركعات سنة الظهر القبلية والبعدية، والجمعة في السنن كالظهر، الجمعة صلاة الجمعة لها سنن زي الظهر برضه، كالظهر فيما يسن لها، فيسن قبلها 4 وبعدها 4 في الجمعة، يبقى صلاة الجمعة ليها سنن قبلية وبعدية كالظهر، يسن قبلها 4 وبعدها 4 لخبر مسلم. خبر مسلم يعني ايه؟ لخبر صحيح مسلم، مش لخبر واحد مسلم يعني. ها؟ أصل واحد يقول لك أي حاجة يقول لك رواه مسلم، ما أنا مسلم يا أخي. يعني يقصد أنا لخبر صحيح مسلم يعني. إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي قبلها 4 وبعدها 4. يبقى الدليل على سنة الجمعة خبر صحيح مسلم. وخبر أو خبر الترمذي أن ابن مسعود كان يصلي قبل الجمعة 4 وبعدها 4، والظاهر أنه بتوقيف من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومحل سن البعدية للجمعة إن لم يصلي الظهر معها. وأنت ممكن تصلي مع الجمعة ظهر، الشافعية بيصلوا مع الجمعة ظهر ما لم يشترط شروط معينة لإسقاط الظهر بالجمعة، لأن عندهم شروط معينة متى تسقط الجمعة الظهر فتحل محل الظهر، ليهم شروط حاليا غير متوفرة. فالشافعية الآن يصلي الجمعة ويصلي الظهر. ليه؟ لأن عندهم صلاة الجمعة اللي بيصلوها دي لا تتوفر فيها الشروط المسقطة للظهر. ولكن الناس مشهور مذهب الناس دلوقتي بيصلوا جمعة ما يصلوش ظهر، ده مذهب الأحناف والحنابل. لكن مذهب المالكية والشافعية أن الجمعة لكي تسقط الظهر يجب أن تتوفر فيها شروط، الشروط التي اشترطها المالكية أن تكون في المسجد القديم، مش كده، في الجامع القديم. فإذا صليت الجمعة في غير الجامع القديم انعقدت جمعة ولا تسقط الظهر. كويس؟ تصلي الظهر، ده عند المالكية. الشافعية عندهم الجمعة لا تتعدد في البلد الواحد. فإن كنت ساكن أنت في بلد أو قرية فيها جامع واحد بس بيصلوا فيه الجمعة وبقية الجوامع قافلينها، يبقى كده الجمعة بتاعتك تسقط ظهر، ما تصليش معاها ظهر خلاص. لكن أنت في بلد كل شارع فيه جامع وكلهم بيصلوا جمعة، تعددت الجمعة، وهذا لم يكن واقعا أيام النبي صلى الله عليه وسلم. فتعدد الجمعة في البلد الواحد لم يكن حادثا أيام النبي، ولذا صار مشكلة عند الفقهاء. تعدد الجمعة صار مشكلة، هل يسقط الظهر لتعددها ولا لا تسقط الظهر لتعددها؟ مع تعددها يعني، فهمت؟ الشافعية قالوا لا، لا تسقط الظهر إلا إن كانت في مسجد واحد في البلد الواحد. فإن تعددت المساجد تبقى الجمعة لمن سبق، لمن سبق بتكبيرة الإحرام. طب وأنا هعرف منين إن أنا اللي سبقت؟ ولعدم علمي من سبق يبقى الكل يصلي ظهر. ادي الحل، فهمت بقى الشافعيه يعملوا كده؟ عشان كده انا بين الاذانين في الجمعه، اشتمل لي المساجد فيها اذانين اصلي فرض الظهر 4 ركعات ورايح مخي قبل ما ادخل الخطبه او قبل ما تقعد تسمع الخطبه، تبرأ ذمتك ونخلص. بعد كده بقى الخطيب يقول اللي يقول، احنا صلينا الظهر وقلبنا جامد، فهمت ازاي؟ ادي طريقه الشافعيه. كان زمان الشافعية في مصر بيعملوا ايه، بس لما ظهر الوهابية عملوا لهم مشاكل، فالمشايخ الشافعية عشان ما يعملوش مشاكل بقوا يصلوا لوحدهم. كان الشيخ الشافعي زمان في مصر يعمل ايه؟ يخلص الجمعة من هنا يسلم ويقيم الصلاة والمسجد على صفوفه ويروحوا يصلين ظهر 4 ركعات والمسجد على الصفوف بتاعته. كانوا زمان بيعملوا كده ايام جدي وايام ابي وهو شاب صغير، وبعدين اختفت الصورة دي في مصر، واخد بالك؟ في السعودية في أذان أول وأذان ثاني، ما احنا هنا برضو أذان أول وأذان ثاني. في قبليها المسجد الأموي، استنى، في المسجد الأموي في دمشق الشافعية بيتلموا في ركن كده بعد صلاة الجمعة ويصلوا جماعة صفوف، واخد بالك؟ يصلوا جماعة بعد الشفع. وفي مسجد أظن هنا في مصر في المجاورين هنا برضو بيصلوا، سمعت كده بس أنا لم أرى، سمعت ان هم بعد ما يخلصوا الجمعه يقوموا يقيموا الصلاه ويصلوا ظهر برضه.
على مذهب الشافعية المشهور القديم المعروف. لكن على أي حال أنا بقول لك أهو الشافعية رأيهم حلو. ليه؟ لأنك بتاخد ثواب فرض زيادة، صح ولا لأ؟ غيرك صلى في اليوم ده 5 فرائض بس، وأنت صليت 6 فرائض، يبقى أنت سابق في الثواب، صح ولا لأ؟ مذهب الشافعية كده تلاقيك عابد بتجيب سنن، حتى لو سافرت وبتكسر الصلاة يقول لك برضه صلي السنن. يعني شغلك في العبادة على طول، الشافعية تلاقيهم مشغولين في العبادة على طول. مش يجي بقى يبارك يا جامع ما انا كسرت الصلاه يبقى مش هصلي سنن، لا، يقول لك لا صلي السنن كمان وانت مسافر، حتى لو هتكسر، حتى لو تجمع. فتلاقي الشافعيه باستمرار عباد كتير كده، تلاقيهم قاعدين طول النهار يا بيتوضى يا بيصلي مشغول. فهمت المساله؟ لكن الباقيين فقهاء برضه، احنا ما بنقولش حاجه يعني على عيننا وعلى راسنا، لكن هو الفكره ان المذاهب ليها وجهات نظر، وعلشان كده تلاقيها تسع الامه كلها. يعني اللي يغلب عليه العبادة وعايز يصلي كتير هيلاقي مذهب الشافعي عنده متنفس، فهمت ازاي؟ وعنده دليل يقوم يتنفس فيه. واللي تعبان ومكسل يقول لك ما جراش حاجة، ما مش بالإجماع، يروح نايم وضميره مستريح برضه. يقوم ربك سبحانه وتعالى عايز يبقى ضميرك مستريح وخلاص، يقوم يجيب لك إمام زي أبو حنيفة يريحك، واحد زي الشافعي يخليك تشتغل شوية عشان إيه؟ يريد أن يتعرف عليك في كل شيء. ده رحمة ربك. ما هو مين اللي رتب مخ الأئمة دي يعني وطلعوا الأدلة دي؟ مش ربك هو اللي رتب مخهم يعني علشان يطلع لك المذاهب الحلوة دي؟ فهو ربنا اللي رتبها علشان ما تعترضش على حد، وعلشان تلاقي نفسك عابد على كل حال، وما تحسش بالتقصير. يعني ما جيتش صليت سنة ما تحسش انك مقصر، تقوم تقول لا ما هو الإمام أبو حنيفة راجل عابد وحاجة محترمة ما بيعملش كده، تنام بقى وانت ايه محترم مبسوط. فهمت ازاي؟ يبقى ربنا عايز يجبر خاطرك، وعايز يطيب خاطرك، وعايز يعرفك انك انت على كل احوالك تبقى فقيه. فهمت بقى المسألة؟ ادي في ميزة انك تعرف اراء العلماء، فما تعترضش على حد وتسيب امورك لله، وتعرف ان الامة بخير. اللي يصلي السنة في السفر حلو، واللي ما يصليهاش حلو حلو، كلنا حبايب. تقوم تعيش بقى مستريح، مش انا بس اللي فاهم وغيري لا، انا بس اللي موحد وغيري مشرك، انا الكلام يا ده بقى تسيبك منه. ولا تزكوا انفسكم. وعلشان كده بيقول لك افرض بقى الشافعي هيصلي ظهر وهيصلي جمعه، شوف بقى هيقعد يصلي قد ايه؟ هيصلي 4 قبل الجمعه و4 بعد الجمعه، ويصلي 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، ويصلي الظهر، يعني هيقعد يصلي للعصر. شفت الحلاوه بتاع الشافعيه بقى؟ يعني كمان هيصلي الجمعه بسننها والظهر بسننه. امال شغل شغل جامد. لو كان عايز يكتفي يبقى يصلي فرض الجمعه الظهر بس وخلاص، ما يجراش حاجه اذا اراد ان يكتفي. ومحل سن البعديه للجمعه ان لم يصلي الظهر معها، والا قامت قبليه الظهر مقام بعديه الجمعه. خدت بالك؟ يبقى ممكن انت قبلية الظهر هتصليها بعد الجمعة، قبلية الظهر تخش محل بعدية الجمعة، فيصلي قبلية الجمعة ثم قبلية الظهر ثم بعديته، ولا بعدية للجمعة حينئذ. كويس؟ واعلم انه يدخل وقت القبلية بدخول وقت الفرض، والبعدية بفعل الفرض. يبقى السنة القبلية يدخل وقتها بدخول وقت الفرض يعني بالأذان، والبعدية يدخل وقتها امتى؟ بأداء الفرض. يعني مش تصلي انت القبلية في جامع وخلصت الأربعة القبلية ولقيتهم لسه ما أقاموش الصلاة، تقوم تقول أما أصلي بقى البعدية علشان أما أصلي الفرض أجري. ما ينفعش، لأن البعدية لا يدخل وقتها إلا بعد أداء الفرض. فهمت بقى المسألة؟ ويخرج وقت النوعين بخروج وقت الفرض، ويخرج وقت القبلية والبعدية بخروج الوقت الفرد كله. يعني أدن العصر يبقى خرج وقت سنة الظهر القبلية والبعدية، ويندب قضاؤه. خرج وقتها بس يندب قضاء، لأن أنا قلت لك يجب قضاء الفرد ويندب قضاء السنة، مش كده برضو؟ يجب قضاء الفرد ويندب قضاء السنة، ويندب قضاؤهما بعده، لأنه إذا فات نفل مؤقت ندب قضاؤه وألحق به التهجد. وألحق إيه؟ به التهجد، يعني والتهجد أيضا إذا فاتك من الليل وأنت معتاده
تقوم تصليه ما بين الضحى والظهر. مش كان الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول من فاته صلاة الليل فليصليها بين الضحى والظهر فكأنما صلاها من الليل؟ مش كده برضو الحديث كده؟ يبقى انت لو طالما بتقضي التهجد في غير وقت الايه التهجد، يبقى دل على جواز قضاء السنن ايضا غير التهجد. فهمت؟ واربع قبل العصر، اي لخبر عمر انه صلى الله عليه وسلم قال رحم الله امرأ، رحم الله امرأ صلى قبل العصر اربعا، رواه ابن خزيمة وحبان وصححاه، وله جمعها بإحرام وسلام وفصلها بإحرامين وسلامين كما مر، وركعتان بعد المغرب، ويسن أن يقرأ فيهما بسورتي الكافرون والإخلاص. يبقى قبل بعد المغرب يصلي ركعتين، يسن في الركعة الأولى الكافرون وبعدها الإخلاص الركعة الثانية، ويسن أيضا ركعتان خفيفتان قبل المغرب. عند الشافعية بيصلي ركعتين بين الأذان المغرب وبين الإقامة خفيفتان، المالكية ما بيصلوهمش، والأحناف كويس، الشافعية والحنابلة هما اللي بيصلوه قبل المغرب ركعتين. طيب افرض بتصلي في مسجد مالكي وانت عايز تصلي ركعتين قبل المغرب، وانت عارف ان الراجل هيخلص الأذان يقيم على طول، تبدأ فيهما مع بداية الأذان ولا تنتظر انتهائي من الأذان؟ ادي الطريقة، تبدأ في ركعتي سنة المغرب القبلية مع بداية الأذان، على ما هو يخلص الأذان تكون أنت خلصته، يروح أقام الصلاة تبقى تروح أنت واقف في الصف. كويس؟ ممكن يصليها بعد إيه بقى؟ وله أن يقضيها بعد المغرب برضه. يعني أفهم من هنا إن أنا ممكن أصلي أثناء الأذان. نعم. يبقى نفهم من هنا إن اللي بيدخل الجمعة والإمام قاعد على المنبر مستني الأذان يخلص، المفروض ينشغل بسنة تحية المسجد ما ينتظرش الأذان. ليه؟ لأن سماع الأذان سنة وسماع الخطبة فرض. كويس؟ فهو هينشغل في أثناء سماع الخطبة بالصلاة اللي هي سنة، ويتفرغ لترديد ما يقول المؤذن وهو سنة. فالأولى ألا يتفرغ لترديد ما يقول المؤذن وينشغل بسنة تحية المسجد حتى يتفرغ لسماع الخطبة. فهمت بقى القصة؟ يبقى الفقيه ما يعملش كده. الفقيه لما يدخل لصلاة الجمعة ولقى الإمام على المنبر قال السلام عليكم وقعد والأذان شغال، ينوي على طول ركعتي تحية المسجد. ليه؟ عشان يتفرغ لسماع الخطبة، لأن سماع الخطبة فرض. فهمت بقى المسألة؟ يبقى ادي الفرق بين تصرف الفقيه وتصرف غير الفقيه. فهمت بقى الفقه بايه؟ بيلمعك ازاي؟ بيخليك ماشي على بصيره، مش ماشي بتقلد. الناس دلوقتي بيخش الجامع يلاقي واحد سامع الاذان واقف كده متكتف، يروح متكتف، يفتكر ان الدين كده، كله بقى ياخد من بعضه، في حين ان الدين مش كده. الدين يجيز هذا، لكن الفقه اولى. يعني اللي بيعمله ده صح برضه، لكن لما تقعد تفكر تلاقي انك انت كده بتنشغل بالسنة عن الفرض، بتنشغل بسنة وهي ترديد الاذان عن الفرض وهي سماع اول الخطبة، مش كده برضو؟ لكن الفقيه لا، يقدم الفرض على السنة. يقول لك من علامة الخذلان انشغال السالك في بدايته بالنوافل على الفرائض. قايلين كده الصوفية في كتبه، من علامات الخذلان في بدايات السلوك انشغال السالك يعني في الطريق إلى الله بأوراده ونوافله على القيام بحق فرائده. فهمت بقى ازاي؟ تلاقيه محافظ على الورد بتاعه، يقول لك أنا أصلي بصلي على النبي 100 مرة، أنا بسبح 100 مرة، وبعدين يضيع صلاة الفرض جماعة، وبعدين يصلي صلاة الظهر جماعة، علشان قاعد كس 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 كس. ما ينفعش. مش هي دي. يبقى حافظ القرآن وبطل مراجعة. واللي حافظ القرآن بالنسبة له المراجعة فرض، لأن نسيان القرآن المحفوظ حرام. كويس؟ لكن مهتم قوي قوي إنه إيه؟ يقرأ سورة الكهف يوم الجمعة ويبطل مراجعة القرآن.
ويقرا سوره تبارك كل يوم قبل ما ينام وسايب مراجعه قران. طب ما سوره تبارك قبل ما تنام دي سنه، ومراجعه القران اللي نسيه او انطجي دي فرض. ليه انت بتعمل السنه؟ لان السنه سهله على قلبك والفرض تقيل على قلبك، مش كده؟ برضو هنا لسه هراجع، ده من علامات الخذلان، من علامات عدم التوفيق، لان ما تقرب عبدي الي احب الي مما، شفت بقى؟ يبقى ايه؟ ينشغل باحب شيء الى الله ينشغل عنه. يبقى اعمل الاول الفرائض، فان عندك وقت اعمل نوافل حتى يحبك الله بعد الفرائض لما تعملها، ولا يزال عبدي يتقرب الي بنوافل حتى احبه. فهمت بقى المساله؟ يبقى لازم كده تعمل الفرائض وتملي، تعرض الاعمال على قلبك، اثقلها على قلبك هي اقربها الى ربك. اثقلها على قلبك هي اقربها الى ربك، افهم، مش اخفها على قلبك. اخفها على قلبك يبقى بتلجأ اليها بشهوة النفس، عشان يبقى اسمك عابد وخلاص، لكن انت بتحصل شهوة نفسك فيه. فهمت المسألة بقى؟ بس تبقى عابد وخلاص، لا، يقول لك انا استغفر ربنا 100 مرة، استغفر الله، استغفر، وهو كان حافظ سورة البقرة ونسيها. تقول له لا ما تستغفرش، اقعد راجع سورة البقرة. يقول لك بس ما خلص الاستغفار، لان الاستغفار سهل بدون تركيز ولا حضور قلب، قاعد ويفكر ويزز لب، ويبقى اسمه عابد او انطجي، او انطجي جاهل مغرور. لكن هي هيقعد بقى يراجع الصوره، هيقعد يعيد ويزيد ويلاقي نفسه ناسي، ويعيد ويزيد وينشف، واحنا فاضيين بقى ننشف ريقنا، احنا ما صدقنا طرينا ريقنا، مش عايز يتعب، مش عايز يتعب، لا جاهد. والذين جاهدوا فينا ايه؟ لا، ادي المساله بقى. ففي الصحيحين من حديث أنس أن كبار الصحابة كانوا يبتدرون، أي يستبقون السواري، أي العمد لهما، أي للركعتين، إذا أذن المغرب. إذا يعني إذا بدأ الأذان، يبقى الصحابة كانوا بيعملوا إيه؟ كان أول ما يبدأ الأذان يبتدرون السواري ويصلوا الركعتين، يخلص الأذان يخلصوا الركعتين، يقيموا الصلاة يصلوا خلف النبي. شفت بقى؟ أدي دليل الشافعية على إنك تصلي ركعتين قبل المغرب، ودليل ايضا على انك تصلي اثناء الاذان، ودليل تاني على انك تصلي اثناء الاذان. خدت بالك؟ لان اذا هنا تدل، دي ظرف، ظرف زمان، يعني حين يؤذن للمغرب، اذا بمعنى حين، يعني وقت اذان المغرب يبتدرون السواري ويصلون ركعتين. وعشان كده ما كانش في مسافه زمنيه بين الاذان والاقامه على عهد النبي، بالرغم انهم كانوا بيصلوا الركعتين. ليه؟ لان اللي كان بيصلي الركعتين بيصلي في نفس زمن الاذان، فمش محتاجين يعملوا زمن اخر. فهمت بقى المساله؟ لكن لما الناس نسيت الحكايه دي، الشافعيه قالوا ايه؟ خدوا بحديث تاني، ما بين كل اذانين صلاه، بين كل اذانين صلاه، فعملوا مسافه زمنيه قصيره بين اذان المغرب واقامته بقدر ركعتين خفيفتين. فهمت بقى المساله؟ يبتدون يعني كل واحد يسبق على سارية عمود، يعني عشان يصلي ليه بحيث محدش يمر عليه أمامه. هذه معنى يبتدرون، يعني كل واحد يحجز له مكان قدام ايه، عمود كده، علشان لما يصلي محدش يعدي. هذه يبتدر الشيء يعني يسارع إليه، يبتدر الشيء أي يسارع إليه، هذه معنى يبتدر، يبتدر أي يسارع إليه. أيوه، حتى انت ساعات تقول لواحد انت جيت بدري، جيت بدري، بدري يعني ايه؟ يعني بسرعه يعني. فهمت؟ ادي بدري من الابتدار. ايوه، ركعتين ونصليهم سنه، وسماع الاذان سنه، وده وقت الاذان، مش افضل ان احنا نقدم الاذان سماع دلوقتي؟ ده الكلام ده احنا بنقول في خطبه الجمعه، مش مقصود خطبه الجمعه، في مثلا اذان المغرب، وركعتين دول سنه، وترديد ما يقول المؤذن ذكر، والصلاه ذكر، وذكر الصلاة أكبر من ترديد. ليه؟ لأنه أنت داخل الصلاة حالك أقوى منك في ذكرك خارج الصلاة، لأن بالإجماع الذكر داخل الصلاة أعلى من الذكر خارج الصلاة، بالإضافة إن الصلاة فيها كل ما تقوله خلف المؤذن، فيها التشهد وفيها التكبيرات وفيها التسبيحات وفيها، وتزيد على كونها صلاة وعلى كونها فيها قرآن. يبقى إيه اللي يسبق؟ المصلي يسبق، مش كده برضه؟ الاثنين ذاكرين، لكن المصلي يسمع.
والثلاث بعد العشاء. خلاص عشان نخلص بس الحتة دي. هكذا في نسخة وفي نسخة أخرى بعد سنة العشاء، والأولى هي الأولى لما يلزم على الثانية من عدم استقامة العدد ولاقتضائها أن الثلاث وتر، وليس مرادا إلا أن يجاب كما مر بأن لفظ سنة مقحم أي زائد، ويسن ركعتان قبل العشاء، كمان برضو يسن قبل العشاء ركعتان لخبر بين كل أذانين صلاة. لفظ سنة هنا مقحم، لأنه بيقول إيه يعني، يعني دخل خطأ يعني من الكتاب، يعني أقحموه يعني أدخلوه بلا فائدة، فهمت إزاي؟ أدي معنى مقحم. وثلاث بعد العشاء هكذا في نسخة، وفي نسخة أخرى بعد سنة العشاء. فكلمة سنة، اللفظ سنة دي هنا ده مقحم يعني زيادة، هي حقها بعد العشاء زي ما احنا ماشيين. لما يلزم على الثانية من عدم استقامة العدد ولاقتضائها أن الثلاثة وتر، وليس مرادا، لأن المراد هنا إن أقل الوتر ركعة، فلما يقول ثلاث بعد العشاء يبقى السنة والوتر. إلا أن يجاب كما مر بأن لفظ السنة مقحم أي زائد، أو مقحم يعني إيه؟ زائد، كويس؟ ويسن ركعتان قبل العشاء لخبر بين كل أذانين صلاة، والمراد الأذان والإقامة، يوتر بواحدة منهن. يوتر بواحدة، إحنا أقل الوتر عندنا كشافعية واحدة، وغالبه ثلاثة، وأكمله 11، كويس؟ الأحناف عندهم أقل الوتر ثلاثة، ما عندهمش، لا تنعقد صلاة بركعة أصلا، عند الأحناف كده لا تنعقد صلاة أصلا بركعة، فأقل صلاة تعقد عندهم هي 2 أو 3 قياسا على الفرائض، قياسا على الفرائض، مش كده برضو؟ فقسوها على الفرائض قالوا يبقى أقل الوتر 3، ده الأحناف. الشافعي قالوا لا، 1 ينعقد بواحد. ويوتر بواحدة منهن أي ينوي بها سنة الوتر أو الوتر فقط، والواحدة هي أقل الوتر. تقول الوتر والوتر واحد بفتح الواو وكسرها لغتان، ولا يكره الاقتصار عليها، يعني ولا يكره الاقتصار على ركعة، بيرد على الأحناف يعني، كويس؟ خلافا لما في الكفاية عن أبي الطيب. نعم هو خلاف الأولى، لأن الأولى يبقوا 3، وأدنى الكمال 3، وأكمل منه 5، ثم 7، ثم 9، ثم 11، وهي أكثره، يبقى أكثر الوتر 11. ولذلك قال الشارح وأكثره 11 ركعة، ويدل على ذلك الأخبار الصحيحة كخبر عائشة ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعة. يبقى بتتكلم على الوتر مش على التراويح. ستنا عائشة بتتكلم على الوتر مش على التراويح يا وهابية، فهموا كده ولغوا كل المساجد يصلوا 11 ركعة في التراويح، فهمت ازاي؟ وبالخبر عائشة عندهم، وستنا عائشة نفسها رويت هذا الخبر، كانت تصلي في حجرتها وأبي بن كعب يصلي بالناس في خلافة سيدنا عمر 20 ركعة، ولم تعترض، دل على أنها بتتكلم على حاجة تانية مش بتتكلم على التراويح، افهم. فهمت المسألة بقى؟ سيدتنا عائشة لو كانت تقصد التراويح كانت اعترضت. سيدتنا عائشة هتخاف من سيدنا عمر؟ ولا هتخاف من حد؟ لا يخافون في الحق لومة لائم. الصحابة كانوا كده، كل واحد كان مذهب لوحده، كل واحد كان مخ لوحده كده. الرسول صلى الله عليه وسلم ربهم كلهم قواد، ما حدش كان يقلد التاني، كل واحد مذهبه ماشي زي ما فهم من النبي، صح ولا لا؟ ولما تناقش كده قضايا الصحابة تفهم كده، تفهم ان كل صحابي كان مذهب لوحده في فهمه. كانت السيدة عائشة مش هتسكت لو فاهمة ان هي روت حاجة وسيدنا عمر بيعمل خلافها. سيدنا علي نفسه ما كان عايش كان اعترض على فعل سيدنا عمر في امر ابي انه يصلي 20 ركعة في التراويح، مش كده برضه؟ سيدنا علي هيسكت؟ كل الصحابة كانوا موجودين، سيدنا عثمان بن عفان هيسكت؟ كل الصحابة كانوا إجماع سكوتي، يسموه إجماع سكوتي، فهمت إزاي؟ يعني كل الصحابة لما سيدنا عمر عمل الحكاية دي سكتوا، دليل إنه عملها بعهد من النبي، لأن مش تأليف منه، لأن لو تأليف منه يقولوا له إيه دليلك؟
لان لما سيدنا عمر نهى عن التمتع في العمره اعترض عليه سيدنا علي، مش كده برضو؟ واحنا قريناها في البخاري. ولما سيدنا عثمان ابتدى ينهى عن التمتع زي سيدنا عمر اعترض عليه سيدنا ابي موسى الاشعري واعترض عليه سيدنا علي، صح ولا لا؟ يبقى لو كانت الامر في خلاف كان اعترض، لكن لم تسجل كتب السنه كلها ولا اخبار الصحابه اعتراض احد من الصحابه على كون الوتر 20 ركعه كما اختاره سيدنا عمر. وفهموا حديث ستنا عائشه على انه ده الوتر، ان بتتكلم على الوتر، يعني الرسول كان الوتر بتاعه في رمضان وفي غير رمضان 11 ركعه. ادي معنى كلام سيدتنا عائشه. واكثره 11 ركعه، ويدل على ذلك الاخبار الصحيحه كخبر عائشه ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا غير على 11 ركعه، فلا تصح الزياده عليها ولو نوى الوتر واطلق. افرض نوى، قال نويت صلاه الوتر، ما حددش عدد ركعات، اطلق. كويس؟ فالمعتمد انه يحمل على الثلاث اللي هو غالب الحال، المعتمد انه يحمل على الثلاث كما قال الرملي لانه ادنى الكمال، وقال ابن حجر والخطيب يتخير بين الثلاث وغيرها وهو ضعيف، ولمن زاد على ركعة الفصل والوصل، ولمن زاد على ركعة الفصل والوصل. طب اللي هيزود الوتر عن ركعة له الفصل وله الوصل، له ان هو يفصل ركعتين 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 ويجيب ركعة، يبقى ده الفصل. وله الوصل يعني يجيبهم مرة واحدة بتكبيرة إحرام واحدة وتسليم في الآخر، يبقى يتخير بين الفصل والوصل. واضح؟ لمن زاد عن ركعة. طب واللي هيصلي ركعة هيفصل ايه؟ ما هي ركعة، يبقى ملوش الا ركعة. فهمت بقى؟ يبقى الفصل والوصل ويتخير لمن زاد على ركعة، يعني خلاها ثلاثة، خلاهم خمسة، خلاهم سبعة، خلاهم تسعة، خلاهم 11. ولمن زاد على ركعة الفصل والوصل. وضابط الفصل ان يفصل الركعة الاخيرة عما قبلها، حتى لو صلى عشرا باحرام وصلى الركعة الأخيرة بإحرام كان ذلك فصلا. واضح الكلام؟ ممكن يجيب عشرة كلها بإحرام واحد وبعدين يسلم وبعدين يجيب ركعة واحدة. وضابط الوصل أن يصل الركعة الأخيرة بما قبلها، ضابط الوصل أنه يصل الركعة الأخيرة بما قبلها من إيه؟ من ركعات مثنى. والفصل أفضل من الوصل، الفصل أفضل من الوصل لزيادة العبادة، عشان هنا برضو نية جديدة، وهنا احرام جديد، تكبيره احرام جديد، ودي فيها تشهد كامل وهنا تشهد كامل، وهيبقى فينا تسليم وهنا تسليم، يبقى زياده الاركان يؤدي الى زياده الفضل، يبقى الفصل اولى من الوصل. وله في الوصل لو هيوصل بقى كله ان يتشهد في الاخيره فقط او يتشهد في الاخيرتين، واقتصاره على تشهد واحد افضل للنهي عن تشبيه الوتر بالمغرب، يعني له ان يصلي الوتر ثلاث ركعات كالمغرب او بتشهد واحد بس في الاخر. طب ايهما افضل؟ قال لك اي الافضل بتشهد واحد في الاخر، حتى يختلف عن الفرد، ما يخلوش شبه المغرب بالظبط. خدت بالك؟ وليس له في الوصل غير ذلك، وله في الفصل التشهد في كل ركعتين او اكثر، له في الفصل انه تشاهد في كل ركعتين او اكثر من كل ركعتين. ووقت الوتر وقته بين صلاة العشاء وطلوع الفجر. نقف على وقت الوتر ان شاء الله، نكمله المرة القادمة بإذن الله تعالى، عشان اطلنا عليكم هذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك ذكرون وغفل عن ذكري الغافلون. جزاكم الله خيرا. نجيبه في مقدمة فتح الباب.
حبري هذه السيره عندك ما عندكش حبري هذا ولا كان عندي واحد جهاز شكلي سوا سيد عبد الله انت وجاب انت وجاب محمد عادل.